ده جانب. طيب الاهلي بيستعد ازاي لماتش الاتحاد؟ هل ممكن نشوف الشناوي في القايمه؟ اليو ديانج موقف قفشه، في كلام كتير بيتقال في السوشيال ميديا بالتاكيد معظمه في اخطاء كبيره جدا، وفي كمان اجزاء منها غرض للاسف يعمل بلبله ومشاكل جوه اوضه اللبس في النادي الاهلي. لكن لمزيد من التفاصيل نروح بسرعه لمقر النادي الاهلي بالجزيره، وقبل موعد التدريب بربع ساعه نتكلم مع زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي عشان نطمن منه على استعدادات الاهلي للقاء زعيم الثغر فريق الاتحاد السكندري. مساء الفل يا توفيق. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخبار الفريق والجديد عندك، ونطمن منك على الاستعدادات قبل مباراه الغد باذن الله. يعني محمد بضم صوت لصوتك، يعني زي ما اشرت في مقدمتك عن مباراه الغد ما بين الاهلي والاتحاد، المباراه المؤجله من الاسبوع التاسع، مباراه بالطبع في غايه الصعوبه زي ما انت قلت. النادي الاتحاد في احتياج لنقطه واحده من هذه المباراه لضمان اللعب في بطوله قاريه وهي بطوله الكونفدراليه. على الجانب الاخر النادي الاهلي زي ما انت شايف من بعد مباراه مازيمبي على طول يوم الاربعاء الاسماعيلي، بعدها السبت الجونه، بكره الثلاث الاتحاد، السبت تاني بلديه المحله، وخلي بالك يا محمد كمان انك لاعب ماتشين في القاهره وماتشين بره القاهره، ماتش في اسكندريه وبعد كده كمان هيبقى ماتش في مدينه المحله. كل ده ضغط، يمكن ده كمان اللي يعني دفع مستر مارسيل كولر لاعطاء الفريق امبارح اجازه وراح من التدريبات، خاصة في ظل توالي وتلاحم المباريات، ففضل منح الفريق اجازة امبارح بعد مباراة الجونة على ان يكون في تدريب واحد فقط قبل مباراة الاتحاد. يعني حاليا دلوقتي وانا معاك يا محمد ملعب مختار التتش هنا في مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيرة بيتم تجهيزه بشكل اكثر من رائع، تمهيدا لبدء المباراة ان شاء الله في تمام السادسة مساء. عاوز يعني عشان يبقى كلامنا جامع مانع كده يا محمد، كل لاعبي فريق النادي الاهلي متاحين امام مستر مارسيل كولر لدخول القائمه باستثناء احمد عبد القادر المصاب الوحيد في قائمه النادي الاهلي، باستثناء كده كل الخيارات متاحه امام مستر مارسيل كولر، يتبقى فقط وجهه نظره الفنيه اللي طبعا هي الاولى والاخيره في اختيار اللاعبين سواء لقائمه المباراه او كمان للاعبين اللي هيبداوا بتشكيل المباراه. الحمد لله يا رب يعني يبعد الاصابات عن كل لاعبينا ويفضلوا دايما كده في حاله بدنيه وفنيه اكثر من رائعه زي ما ظهر الفريق امام مازيمبي وامام الاسماعيلي ومؤخرا امام الجونه. زي ما اتكلمنا واشرنا مباراه في غايه الاهميه، خاصه محمد انت بتتكلم ان مباريات الدوري العام بتبقى فجاه كده وسط مباريات مهمه في بطوله افريقيا، انت داخل على النهائي الافريقي وحلم الوصول للنجمه الثامنه. مستر مارسيل كولر فاصل بشكل كبير جدا ما بين البطولتين، التركيز كله دلوقتي في بطوله الدوري. الحمد لله عدينا خطوتين من اربع خطوات مهمين جدا في ترتيب الدوري، وخاصه محمد انك انت كمان محتاج المباراه جدا والثلاث نقاط يعني في مشوار البطوله، وكمان علشان ضمان اللعب في دوري ابطال افريقيا. انت عارف ان المباراه من الدور الاول، فدي ترتيب الدور الاول في الغالب هو اللي هيتم عليه اختيار الانديه اللي هتلعب في البطولات الافريقيه، فالنادي الاهلي كمان في اشد الاحتياج لهذه الثلاث نقاط سواء للمشاركه الافريقيه او كمان في مشوار البطوله والوصول للقب الرابع والاربعين. ان شاء الله تبقى خطوه موفقه النادي الاهلي يعديها، وتبقى فقط مباراه بلديه المحله ان شاء الله يعديها بسلام، ومن بعدها ان شاء الله بقى يبقى استعداد النادي كله والفريق بشكل خاص لمباراه النهائي الافريقي. ان شاء الله المباراه التمرين يا محمد زي ما اتكلمنا هيبدا في تمام السادسه مساء، هيستمر تقريبا لمده 190 دقيقه ساعه ونص كاملة. من بعدها ان شاء الله مستر مارسيل كولر هيعلن قائمة مكونة من 21 لاعب للدخول في معسكر مغلق في احد الفنادق القريبة من استاد القاهرة، في معسكر مغلق ان شاء الله الى قبل المباراة بساعة ونص، من بعدها يبقى التحرك ان شاء الله لاستاد القاهرة مع دعوات كل جماهير النادي الاهلي باذن الله. اداء مميز، نتيجة مميزة، والحصول على ثلاث نقاط جديدة يكون عون النادي الاهلي فيما تبقى من مشوار الدوري العام باذن الله رب العالمين. طيب سؤال اخير يا توفيق، انت قلت لي يمكن ما فيش غير اصابة احمد عبد القادر، ولكن السرية كان اشتكى كده من حاجة في العضلة الخلفية، إجهاد بسيط. سألت الجهاز الطبي اطمنت على السرية موقفه ايه؟ ماتش بكرة ممكن نشوف لعيبة جديدة في القايمة في ظل قرب موعد مباراة الترجي، فممكن نشوف روتيشن في القايمة، قفشة ممكن يكون موجود، الشناوي، ياسر، ديانج، هل في تفاصيل قبل التدريب ولا الأخبار ايه عندك؟ زي ما اتكلمت معاك يا محمد الحمد لله يمكن موضوع السلية كان الجهاز الطبي والفني فضل اول ما اشتكى على طول انه ما يبداش المباراه علشان الاصابه ما تتفاقمش. الحمد لله يمكن حالته مطمئنه جدا، ما فيش قلق على حاله عمرو السلية، اطمنا عليه من الجهاز الطبي ان شاء الله يعني قريبا جدا هيكون موجود، ما فيش اي مشكله طبعا يعني طبقا للاختيارات الفنيه، باستثناء كلام محمد اعتقد ان احنا فعلا هنشوف وجوه جديده بغض النظر على الاسماء، ولكن طبعا دي قناعات مستر مارسيل كولر. انت شايف يعني زي ما اتكلمنا ضغط كبير جدا للمباريات، عندك لعيبه كمان راجعه من اصابات اسماء كبيره وكانت من الدعامه الرئيسيه في الفريق زي ياسر ابراهيم، اليو ديانج، محمد الشناوي. طبعا طبقا للرؤيه الفنيه لمستر مارسيل كولر هل هيتم تجهيز حد خاصه وانت داخل على الاستعداد للنهائي الافريقي؟ كمان عندك رامي ربيعه كان موقوف فقط ما كانش مصاب، غاب عن مباراه الجونه فمتاح معاك برده في خط الدفاع، اعتقد انها
زي ما نقول كده يعني كثره اللاعبين هتبقى حاجه مميزه وميزه مع مستر مارسيل كولر لاختيار العناصر. هيبقى عنده فرايتي، عنده يعني مجال واسع ان هو يجرب يدفع بالناس حسب طبعا سير المباريات، خاصه انا بتكلم يا محمد كل تقريبا 48 ساعه او 72 ساعه وبقى عندك مباراه زي ما اتكلمنا، مباراه في اسكندريه، مباراتين في القاهره، بعد كده كمان مسافر المحله. ففي وسط الضغط ده كله اعتقد ان احنا ان شاء الله هنشوف بكره عناصر جديده في القائمه. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى ان شاء الله ان نكون كل اللاعبين جاهزين سواء مباراه الاتحاد او من بعدها مباراه بلديه المحله، وبالطبع مباراه الترجي في النهائي الافريقي سواء مباراه رادس او كمان مباراه القاهره باذن الله رب العالمين. زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، شكرا جزيلا ليك على كل هذه التوضيحات الخاصه باستعدادات الاهلي لمباراه الاتحاد السكندري. كلمه